في المثال ده هنتعلم ببساطة، لو أنا عندي كذا فاتورة زي فاتورة واحد وفاتورة واحد فاتورة اتنين فاتورة تلاتة فاتورة أربعة، كل فاتورة فيها بيانات وفي الآخر في سعر الشراء وسعر البيع والفرق مثلا يعني، وفي إجماليات في الآخر. عايز أرحل الإجماليات دي باسم الشخص بتاع الفاتورة، أرحلهم في كشف اسمه كشف واحد، يجي لي الاسم هنا إذا كان ده مريض مثلا يجي لي هنا، وبعدين سعر الشراء وسعر البيع والفرق يجولي أوتوماتيك هنا. فهاجي أنا وأنا بصمم الفاتورة دي، طبعا دي فاتورة مثلا أربعة أو فاتورة واحد أو غيره، فهاجي على اسم الشخص ده أقول له كوبي، وأروح على الكشف ده أقول له بيست سبيشال بيست سبيشال بيست لينك، هلاقي اسم ده جه هنا. هاجي الفاتورة التانية، طبعا وأنا بصمم الكلام ده عندي كذا فاتورة، هاجي للشخص التاني كوبي، وأجي على الكشف واحد ده واقول له بيست سبيشال بيست لينك بيست سبيشال بيست، ده من غير اكواد، من غير ايه اكواد. واجي على فاتورة رقم، انا خدت فاتورة واحد وفاتورة اتنين او تلاتة يعني، فاتورة بتاعت علي دي برضه كوبي، واجي على كشف واحد واقول له بيست سبيشال بيست لينك. طبعا لو انا غيرت اسم اي حد في الفواتير هناك دي كأنها فاتورة افتراضية، انا ممكن اعمل الفواتير دي باسماء وهمية واغير بقى مع كل واحد، الاقي الاسم اتغير هناك في الايه يعني. لو خليت علي، هنجرب بعد ما نخلص يعني. الفاتورة الاولانية دي اسم مين؟ سيدة كوبي، وهاجي في الكشف اقول له بيست سبيشال بيست لينك، ده التصميم بيست سبيشال بيست لينك. فدول الأربعة وهكذا لو عندي ناس كتير. فرضنا إن أنا غيرت في فاتورة واحد اسم علي ده، خليته مثلا جمعة، جمعة سيد. لو أنا رحت عند كشف التجميع هلاقي بقى جمعة سيد أوتوماتيك كده، ونفس الكلام اي حاجة غيرها. فدول ده تصميم في الاول كده، حتى الارقام دي ارقام هيكلية، لكن الشيت ده متصمم كويس. هاجي انا على الثلاث ارقام اللي انا محتاجهم او الارقام اللي انا محتاجها واعمل لهم كوبي، ثلاثة كده كوبي، واجي على الكشف واحد اقول له بيست سبيشال بيست سبيشال بيست لينك، فينزلوا هنا. لو انا حصل اي تغيير في فاتورة اربعة، لو حصل اي تغيير في الارقام دي على طول، لو انا مثلا خليت الكمية هنا اتنين وهنا مثلا ستة، هلاقي الارقام دي اتغيرت، الارقام دي اللي هما 132 141 تسعة كذا، لو رحت هلاقيهم هما 132 141 تسعة كذا على طول اتغيروا. يبقى ده تصميم احنا بنعمله وبيستمر معانا. هاجي على الفاتورة التانية برضك، اخد الكوبي، وده اسمه التصميم الاولاني، واعمل بيست سبيشال بيست لينك. نفس الكلام في فاتورة تلاتة، ما لازم يعني انا هتعب نفسي حبة في الاول بس كده، ده عشان احنا شغالين اكسل، لكن لو اشتغلنا اكسس طبعا مش هنتعب نفسنا خالص. طبعا لو اشتغلنا في بي اي بالاكسل، في بي اي برمجة بقى وكده، برضك مش هنتعب نفسنا، بس ايه اللي يخليني اتعب نفسي واشتغل اكسل في بي اي وانا عندي الاكسس بيعمل الحاجات دي ببساطة يعني، احسن من كده بكتير واقوى طبعا يعني. الحاجات دي بتعتبر في الاكسس ممكن حاجة في منتهى البساطة، هو يطلع لي جنريت كل اللي انا عايزه ده، مجرد بس ان انا بأيد يعني، انا مجرد في الاكسس ان انا بأيد كده بس، ده الكلام ده هو بيعمل كل اللي جاي ده من غير تصميمات ومن غير اي حاجة. طبعا لازم اكون مصمم الداتا بيز. ناقص لنا فاتورة برضك في كشف، في فاتورة ديت الفاتورة الاولانية، ارجع برضك اخد دول كوبي، واجي عند الكشف ده اقول له بيست سبيشال بيست لينك. ده بقى كشف واحد. كشف رقم واحد فيه المجموع الاخير ده، اي حاجة بتسمع هنا على طول برضك باخد التلاتة دول في كشف واحد كوبي، واروح على الكشف تجميعي ده اقول له بيست سبيشال بيست ايه بيست بيست سبيشال بيست لينك، خلاص بينزلوا هنا. يبقى كده كل كشف تجميعاته. طبعا انا عقبال ما املى الفواتير دي او اغير فيها زي ما انا عايز، بلاقي ان كل اللي بيحصل فيها بيسمع في كشف واحد هنا اللي هو ده، وهذا الكشف ده متصمم انه بيجمع، واي تغيير بيحصل في الفواتير بيسمع في كل الارقام دي يعني. لو رجعت هنا تاني غيرت خليت ده سبعة مثلا،
الارقام هنا اتغيرت، وهنا برضك لو انا رجعت هنا خليت ده عدلت خليت ده 8 او 9، هلاقي كل ده اتغير، غير هنا وكل ده سمع في كشف ايه واحد، الارقام هنا اتغيرت كلها وكل النتائج دي اتغيرت من غير ما انا عملت تصميم واحد والتصميم ده شغال من غير ما انا اقعد اعمل اكتب بايديا، لا عامل حاجه اسمها كوبي بيست لينك بيست سبيشال، يعني بيست سبيشال بيست لينك. بكده نبقى خلصنا شرحنا في ازاي نستخدم امر كوبي بيست، بس بدل ما هي كوبي بس، يعني امر كوبي لما اجي اعمل كوبي باجي اروح في المكان التاني اقول له بيست ايه، بيست سبيشال بيست لينك، بيست سبيشال بيست ايه. طبعا انا ما عملش اي كوبي هنا عشان كده مش هيظهر لي هنا بيست سبيشال. لو عندك اي سؤال حطه تحت الفيديو، اشكركم، سلام.